cette histoire, il y a sa sœur qui a tiré la tête de l'histoire. Ce que vous avez constaté, c'est que le cours de français, c'est celui de Marie. Nous avons déjà commencé à entrer dans le problème de la histoire. Thank you.
هذا الموضوع هو مشترك بينك وبين أمريكا الصف الثالث أيضا، لكن تزدادون عليهم بماذا؟ تزدادون عليهم بماذا؟ بأن هناك هذه الكلمات جمل ذلك ليس فقط الأسماء، وإنما أنتم تزدادون بأسئلة الموضوع إضافي آخر وهو تكتب أول الجمل مديرا بعد المكتب هذا الموضوع سنستفيد على كل حال. قلنا بهذا الفكره لو ان ناخذ كما هو موجود اصلا امامنا، فانما بدانا اولا بالعمل القهويه هو الاسلام هو طبيعه، ثم درسنا بعد من الطبيعه ثم جاوزا كما ان يكون عن ذلك ولذلك هذا المعلومات راح يكون عندنا صوره جدا
poser des questions. Thank you.